دايماً لما بنقول مصر بتيجي للأذهان كتير من المقاصد السياحية، لكن في الحقيقة بتظل سيوة واحدة من أجمل وأهم المقاصد السياحية المصرية، يمكن مش بس اللي موجودة في مصر لكن اللي موجودة على مستوى العالم، واللي بقت وجهة مفضلة محلياً وعالمياً، لكن كان بينقصها بعض لمسات كده بتعود بيها لطبيعها المعماري الفريد مرة تانية، خاصة في منطقة وسط سيوة تحديداً. وده اللي بدأ بالفعل من امبارح، وهنعرف عنه تفاصيل أكتر من خلال الأستاذ محمد عمران جيري، وهو مدير إدارة السياحة بمجلس مدينة سيوة. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير أستاذ أحمد. صباح الخير سادة جمانة، وبالطبع على كل السادة المشاهدين. صباح الخير على حضرتك. عاوزين نعرف بقى من حضرتك يعني سيوة تحديدا إيه اللي بيحصل فيها، التفاصيل بقى المعمارية الجديدة اللي بتحصل علشان يتم إعادة ترميم ورفع كفاءة مباني الواحة تحديدا. طبعا سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعادة تطوير واحة سيوة وتنمية واحة سيوة بما يحافظ على الهوية الخاصة بواحة سيوة، خاصة الهوية المعمارية اللي بتميز واحة سيوة عن أي مكان آخر في العالم، بتنسيق بين المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مع السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. تم توقيع بروتوكول تعاون، هذا البروتوكول يهدف إلى إعادة المظهر الجمالي والحضاري لوسط مدينة سيوة، خاصة منطقة شالي الأثرية اللي شهدت في الآونة الأخيرة إعادة ترميم وإعادة لهيئتها التي كانت عليها في السابق. بالفعل كما أشرت بدأ بالأمس العمل على أرض الواقع لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لوسط مدينة سيوة، خاصة منطقة شالي، من خلال الآتي: إعادة تخطيط وسط المدينة بحيث يتناسب مع الحركة السياحية التي بتشهدها الواحة خاصة في الآونة الأخيرة. إعادة الطراز المعماري، وهي عمارة الكرشيف، وهي عبارة عن عمارة الملح والطين اللي بتتميز بها واحة سيوة، بحيث يتم توحيد واجهات المحال التجارية والمنشآت والمنازل بلون موحد. أيضا سيتم العمل على عمل لافتات للمحال والمنشآت أيضا بشكل موحد، وسيتم استخدام الخامات المحلية اللي بتتميز بها الواحة. ايضا سيعاد تخطيط الحديقه بوسط المدينه بحيث ان هي تكون متنفس لاهالي سيوه وايضا لزوار الواحه، خاصه ان هي تقع يعني مواجهه تماما لقلعه شالي الاثريه اللي بنعتبرها رمز الواحه. ايضا سيتم توفير ممشى بحيث ان احنا عندنا يعني ناس كتير بتشهدها سيوه، وعندنا كمان منطقه البازارات حوالين شالي، منطقه المحال التجاريه اللي بتشتهر ببيع المنتجات المحليه الخاصه بواحه سيوه. كل هذه المنطقة سيعاد إليها الرونق الخاص بها، فرحة كبيرة هنا بواحد طبعا سيوة. يا فندم يعني كمان الفرحة أولا أن احنا الهوية، هوية واحد سيوة هتبقى واضحة بشكل أكبر، وأيضا فكرة أنه ما بقاش خلاص في مركزية في الخدمات، يعني ما يحدث هنا في قلب القاهرة يحدث أيضا في واحد سيوة. طيب خليني أعرف من حضرتك يا فندم، كم مبنى ومحل هيتم عمل واجهات ليهم من مادة الكرشيف زي ما حضرتك قلت؟ وكمان سؤال آخر يا فندم، يعني هل معنى كده أنه المباني الخرسانية الحديثة اللي تم إنشائها من فترة يتم عمل واجهات ليها هي كمان؟ طبعا كل المنشآت بمنطقة وسط المدينة من أمام المسجد الكبير أو مسجد الملك فؤاد كما نسميه هنا بواحد سيوة، حتى شارع أنور السادات وكل المنطقة المحيطة بقلعة شالي الأثرية، كل هذه المنطقة سواء مباني بالكرشيف أو مباني بالخرسانة أو محال تجارية أيا كانت المنشأة. وتم الحمد لله كمان عقد حوار مجتمعي مع السيد المحافظ مع أهالي سيوة، وهم يعني مؤمنين تماما بأهمية إن احنا نحافظ على ده، وده هيكون له مردود كبير في المستقبل على الحركة السياحية، على الكبير من المنشآت خاصة المنطقة يعني ملأة بالمحال التجارية اللي بتبيع منتجات سيوة والكل يتردد عليها، فبالتالي
بإذن الله خلال يعني أيام قليلة سنشاهد منطقة وسط المدينة في أفضل حلة وفي أفضل صورة، معبرة حقيقة عن واحة سيوة اللي احنا كأبناء سيوة دايما بنحلم بها. هناك طبعا مشروعات كثيرة ومشروعات قومية بتشهدها الواحة، واحنا خلال الفترة القليلة المقبلة سيوة ستنتقل نقلة نوعية مختلفة تماما عما كانت عليه في السابق إن شاء الله. نعم. طيب استاذ محمد، واحنا بنتكلم هنا على التطوير، حضرتك اتكلمت على تطوير الواجهات الخاصه بالمباني، لكن عاوزين نعرف بقى تطوير الطرق تحديدا. وسيوة دايما بتميل للطبيعه وما بيبقاش فيها نوع كده من انواع زي ما نقول بالبلدي كده التكلفه، هل هيبقى في طرق خاصه لمسار الدراجات على سبيل المثال؟ طبعا احنا السياحة الرياضية من السياحات اللي احنا بنهتم بيها جدا في واحة سيوة، فان شاء الله هيبقى في ممشى وهيبقى في اماكن للدراجات، واحنا بالفعل بننفذ مجموعة كبيرة من الماراثونات الرياضية، وكان يعني يوم الجمعة اللي فاتت ووزارة الشباب والرياضة بتنفذ معسكر يلا كامب، وده بيشمل 6 معسكرات على مدار شهر مارس بالكامل تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح. بالفعل بيتم تنفيذ عدد من الماراثونات الرياضيه سواء الجري او بالدراجات الهوائيه خاصه بالمناطق السياحيه والاثريه. فبالتالي طبعا هيكون في مسارات وهيكون في اماكن لانتظار السيارات والمركبات. يعني عايز اقول ان احنا بنشهد ما كنا نحلم به من فتره طويله، خاصة ان كما اشرت شالي هي قلب الواحة، وهذه المنطقة تعتبر اول ما يشاهده الزائر لواحة سيوة، وده ان شاء الله ده مشروع طموح طبعا بكل تأكيد يا فندم. بس يا أستاذ محمد، يعني أنا الحقيقة حلفني الحظ وجيت سيوة، وهي فعلا من أهم وأحلى الأماكن اللي موجودة في مصر، وليها خصوصية وليها هوية خاصة بيها هي. بس خليني أقول لحضرتك إنه الطريق كان طويل شوية، فأنا حابة أعرف من حضرتك المتوقع من الانتهاء من المطارات وتهيئة الطرق للوصول لسيوة، مفروض متوقع الانتهاء منها إمتى يا فندم؟ احنا ان شاء الله بيتم من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي تنفيذ ازدواج طريق سيوه مرسى مطروح بطول 310 كيلومتر، تم فعليا الانتهاء من حوالي 50 كيلومتر، والطريق بعرض حوالي 12 متر 3 حارات بالخرسانه، وده اول طريق في الصحراء الغربيه يتم تنفيذه بالخرسانه بحيث انه يتحمل الحمولات الثقيله للسيارات والمركبات خاصه المحمله بالملح الصخري بواحه سيوه. حاليا بيتم تنفيذ 3 قطاعات من مدخل سيوه حتى علامه الكيلو 150، وخلال هذا الشهر اعلن جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي عن طرح القطاع الرابع بطول 50 كيلومتر، فيعني هناك جهود جبارة بتبذل لسرعة الانتهاء من هذا المحور وهذا الشريان الحيوي المهم وهو طريق سيوة مرسى مطروح، وده بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه. أيضا داخل الواحة هناك مشروع الصرف الصحي قارب على الانتهاء، وده من المشروعات القومية الكبيرة اللي بتنفذ على أرض واحة سيوة حاليا. نعم. يمكن في أخيرا كده المنازل الخرسانية يعني بدأت تظهر مؤخرا في سيوة، يعني أيهما سينتصر، المنازل الخرسانية أم المنازل اللي واجهتها من الكرشيف؟ بإذن الله طبعا الواجهات اللي من الكرشيف، لأن ده يعني احنا بنعتبره مصدر الهوية لواحة سيوة، هو الحفاظ على الهوية المعمارية الخاصة بالواحة، وكل اللي بيجي سيوة بيبقى حريص كمان هو يقيم في منتجعات وفي فنادق صديقة للبيئة، وفي توسع في هذه المنشآت، وكمان الطبيعة الخلابة ورحلات السفاري وغيرها من الأنماط السياحية اللي بتشتهر بها واحة سيوة.
طبعا يا فندم، يعني احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ محمد عمران جيري مدير اداره السياحه مجلس مدينه سيوه. وانا بصفتي يعني زرت سيوه واحد سيوه قبل كده، انا بدعو حضراتكم جميعا فعلا اللي عنده وقت ده موسم كمان زياره سيوه، انه جو لسه فيه برد شويه فالجو هناك هيبقى لطيف حقيقي، تجربه لازم تجربوها كلكم. في حاجات كتير جدا ممكن تتعمل هناك، ان كان السفاري او ان كان حتى في بالمناسبه كمان اثار موجوده هناك، ان كان حتى البحيرات العلاجيه اللي موجوده هناك. لا يعني في حاجات كتير جدا موجوده في سيوه، ويمكن هوية مختلفه والناس هناك من اطيب واكرم ما يكون الحقيقه. مدينه استشفائيه بشكل عام يعني. طبعا. يعني بلدنا حلوة وفيها حاجات كتيرة قوي حلوة لازم اللي احنا نستمتع بيها، ولازم اللي احنا نزورها عشان احنا نفسنا نكون سفراء ليها، ونعرف اللي احنا نروج لكل شبر من أرضنا في قطعة من قطع الجمال اللي موجودة اللي حبى بيها يعني المولى عز وجل مصر وأهل مصر.